لا يوجد وقود، لا يوجد كهرباء، حتى المياه موجودة. ولذلك يعني قمنا بعمل هذا الشيء لمساعدة الناس. الآن يعني هي الوسيلة الوحيدة اللي نخبز فيها هذه فرن الطينة، المطالب عليه عندنا من زمان زمان 40 سنة. الآن احنا اضطرينا نخبز على فرن الطينة لأنه اليهود هجرونا من غزة ومن الشمال ومن هان ومن هان، قصفوا بيوتنا، ما خلوش حاجة في غزة بس مسح. فلجأنا هان لخانونس، والآن هيك شايف بنخبز معاناة، بنحط بنلم من الشوارع ورق وخشب ومن هان ومن هان، وطحين ما بنستلم، ويعني انت شايف أطفال صغار بدهم ياكلوا بدهم يشربوا، من وين نجيب؟ الناس هنا من الساعة 6 للمغرب بس عشان تخبز الناس. الطحين مش موفر، الخميرة من 5 شيكل ب 20 30 ب 40 شيكل صارت. عندنا المي مش ملاقيينها، المي الملح الكيلو ابو الشيكل صار ب 15. على البطيء، الناس ماتوا من الجوع.